أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجيت والجيت هاب. نكمل معكم الحديث عن الفروع والبرانشز التي بدأنا التحدث عنها في الدرس السابق، وقمنا فعليا بإنشاء أكثر من فرع، فإذا قمنا بالاستعلام عنها نستطيع القيام برؤيتها باستخدام جيت برانش. فنرى هناك في لدينا الماستر وعبد الله، وقلنا أن الغاية الأساسية الفعلية من إنشاء البرانشز هي مثلا العمل بشكل مستقل على فيتشرات معينة، أو مثلا على تصحيح أخطاء، وهذا العمل سوف يكون متوازي مع العمل الأساسي الموجود على الماستر. لذلك هنا تكمن أهمية البرانشز، ولن يكون هناك خلط بين الملفات التي أعمل عليها على هذا البرانش مع برانش آخر. فمثلا إذا قمنا بالانتقال إلى البرانش الثاني والذي هو عبد الله، فنرى هنا كيف تم إنشاء هذه الملفات وتم عرضها. ما أود القيام به في هذا الدرس هو على سبيل المثال بعد الانتهاء من المهمة المعينة لبرانش محدد ولفرع معين، فإذا أردت القيام بعرض وإضافة هذه الفيتشر على الفرع الأساسي والذي هو الماستر، لذلك علي القيام بما يسمى الدمج والذي هو الميرج. فهذه التعديلات إذا قمنا على سبيل المثال بالانتقال إلى الماستر، فسوف نرى كيف سوف تختفي هذه الملفات. إذا كل فرع غير مرئي بالنسبة للفرع الآخر، لذلك هنا يتوجب علي القيام بالميرج في حال انتهاء. مثلا دعوني على سبيل المثال أقوم بإنتاج أكثر من فرع بداية، فإذا قلنا قوم بإنتاج فرع جديد لنقوم بتسميته تاتش بهذا الشكل، وقمنا بالانتقال إليه مثلا، تمام. الآن إذا قمنا بإضافة مثلا كوميت معين، ولكن قبلها دعوني أقوم بإضافة فايل يعبر عنه، فهنا سوف أقوم بإضافة فايل بهذا الشكل، سوف أقوم بتسميته touch، وهنا مثلا أيا يكن لا مانع، من ثم سوف نقوم بإضافته ونقوم بالكومنت عليه، فسوف نرى هنا الإضافة الخاصة به وذلك عند التاتش. فإذا انتقلنا إلى الماستر هذا الفايل سوف يختفي. طبعا إذا أردنا القيام بعرض هذه الكوميتس أستطيع القيام بالنزول بالسهم الخاص بلوحة التحكم أو أقوم بعرضها كون لاين كما رأينا. مثلا إذا قمنا بالانتقال إلى الماستر فنرى كيف أن هذا الملف اختفى. دعوني الآن أقوم بالسويتش والذهاب إلى الفرع عبد الله، وأقوم مثلا بدمج هذه الفايلات الموجودة عنده في ملف وحيد ليقوم بعدها بالميرج والإضافة على الماستر. فإذا قلنا check out عبد الله نرى هذه الملفات، تمام. دعوني الآن أقوم بإضافة ملف ثالث مثلا لنعتبر أنها الخلاصة، ونقوم هنا بإضافة هذه المحتويات مثلا أيا يكن، طبعا هي موجودة هنا مسبقا، تمام. وسوف أقوم بحذف هذه الملفات الأول والثاني، فهذه تعتبر مثلا خلاصة، تمام. لنقوم الآن بالآد عليها ونقوم بإضافتها إلى الستيجينج أريا، ومن ثم نقوم بالكومنت. مثلا بهذا الشكل، فقمنا بحذف ملفان وإضافة ملف ثالث. الآن ما أود القيام به، طبعا هذا الملف هو خاص بفرع عبد الله، وملف التاتش خاص بفرع التاتش، وكلاهما غير مرئي بالنسبة للماستر. لذلك ما أود القيام به الآن هو ما يسمى الدمج. فالآن نحن في هذه الحالة، البرانش مستقل في ذاته، ولكن أريد الآن القيام بجعله مرئيا بالنسبة للماستر. فالآن سوف أقوم بجعل الماستر يتقاطع مع البرانش، ومنه أستطيع القيام برؤية هذه التعديلات. فهناك أكثر من طريقة للقيام بالدمج، إما أن أقوم بالدمج بشكل مفصل فأقوم بإضافة جميع هذه العقد للماستر، أو أن أقوم بإضافة عقدة واحدة تعبر عن مجمل الأعمال التي قمنا بها عند الفرع. فمثلا لنقوم بتطبيق جميع هذه التعديلات، على سبيل المثال الخطوة الأولى هي أن أكون موجودا عند الماستر، فنقول هنا check out master، تمام. نرى هنا سواء الملف الخاص بعبد الله أو الملف الخاص بالتاتش هو غير ظاهر بالنسبة لي. الآن سوف نقوم بالدمج، فنقول merge وذلك مع عبد الله. قمنا بالدمج بشكل مفصل، فجميع العقد التي كانت موجودة عند عبد الله سوف تظهر عند الماستر. كما نرى الآن تم إظهار هذا الملف الخاص بعبد الله، جيد جدا. ونحن الآن موجودون عند الماستر، إذا قلنا get log فنرى كيف أن هناك إضافات عند عبد الله
وإضافات عند الماستر، فهنا قمنا بالدمج. ولكن هنا أعتقد بالنسبة لتغير الاسم فقمت بالتعديل على الاسم بالنسبة للأوثر، وأستطيع القيام بالتعديل عليه. فهنا مثلا سوف أقوم بالتعديل على المعلومات الخاصة بالconfiguration، مثلا username عبد الله الفحام. إذا قمنا الآن بعرضها بعد مثلا إضافة معينة لتكون هنا، طبعا لا ننسى الجيت، الآن إذا قمنا بعرض اللوك نرى كيف تم التعديل على الاسم. تمام، إذن الآن قمنا بدمج الفرع الخاص بعبد الله وأصبح موجودا هنا على الماستر، ونرى كيف قام بإضافة جميع هذه العقد. دعوني أقوم بإضافتها على ون لاين، فنرى هنا كيف قام بإضافة أكثر من فيتشر وأكثر من كوميت متعلقة بعبد الله، وقام فعليا بإضافتها كلها على الماستر. الآن ما أود القيام به هو مثلا على الفرع الخاص بالتاتش، سوف أقوم بأكثر من كوميت عليه، ومن ثم سوف أقوم بضغطها جميعا وأقوم بإضافتها إلى الماستر كعقدة وحيدة. للقيام بذلك نقوم بالذهاب إلى التشيك أوت تاتش، تمام، فنرى كيف أن الملفات المتعلقة بعبد الله ذهبت، وأيضا هنا التعديلات أعتقد بالنسبة للماستر هي أيضا غير موجودة، وقمنا هنا بإضافة يس هي غير مرئية بالنسبة للتاتش. الآن سوف أقوم بإضافة ملف آخر مثلا لنقوم بتسميته على سبيل المثال تاتش 2، والآن سوف نقوم بإضافته والكوميت عليه مثلا بهذا الشكل. الآن إذا قمنا بعرض اللوك فنرى كيف أن لدينا تاتش وتاتش 2. الآن سوف أقوم بإضافة هذه الملفات إلى الماستر ولكن كعقدة واحدة. فالقيام بذلك دعوني أولا أقوم بالذهاب إلى الماستر، ومن ثم سوف أقوم بإضافة هذه الملفات المتعلقة بالتاتش. فنقول هنا merge، ولكن قبلها سوف أقوم باستخدام الفلاج والذي هو squash، فيقوم بضغط جميع هذه الكوميتس وهذه العقد ضمن عقدة واحدة وكوميت وحيد موجود عند الماستر. فهنا نقول touch، فيقوم بدمج هذا الفرع. أعتقد هنا يطلب مني القيام باستخدام كوميت وذلك لتسمية هذه العقدة الجديدة، فنقول هنا كوميت m adding touch branch، طبعا لا ننسى القيام باستخدام الجيت بهذا الشكل. فنرى كيف أيضا الملفات المتعلقة بالتاتش تم إظهارها بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بعبد الله، ونحن الآن موجودون على الماستر. إذا قمنا بعرض البرانشز فنحن موجودون على الماستر، وإذا قمنا بعرض اللو فنحن أيضا هنا قمنا بإضافة هذه العقدة الوحيدة التي تعبر عن مجمل الأعمال التي قمنا بها عند التاتش. إذا بهذا الشكل قمنا بالعمل بشكل تفرعي على هذه الفروع المتعددة، وقمنا أيضا في نهاية المطاف بدمج الأعمال ورؤية هذه التعديلات وإضافتها إلى المكان الأساسي الماستر وعند الفرع المركزي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.